بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد صيد الحيوانات. هنشوف وانت مع بعض. الغزال سقط، شوف ضخامة الغزال. طبعا لحم الغزال عليه اقبال في السوق الاوروبية، من اشهى اللحوم. وهنا الصيد بالسهم متعة. شوف 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 شوف، السهم أصاب قلب الخنزير. شوف 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 شوف، قوة السهم بيخترق الغزال بسهولة. طبعا دي أقوى مقاطع صيد الغزلان، الدب. الدب الأسود، شوف 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 شوف، دب سمين. طبعا ليه في مواسم محددة الصيد الدب، وأحيانا بيصيدوا الدببة اللي هي بتهاجم منازل المنازل. شوف هنا الصياد فوق الشجرة واخد وضع الاستعداد وقدام الدب. شوف شوف شوف، السهم أصاب الرقبة، ضربة سهم مميتة. شوف السهم بيخترق الغزال بسهولة تامة بسرعة الطلق. شوف الخنزير، السهم عدى من ناحيتين كده، الخنزير ملوش أي فرصة للهرب. أصاب الكلى، طبعا ده مكان قاتل. هنا الصياد بيستهدف القلب والرئتين والعمود الفقري، الأماكن المميتة للحيوان. في بعض الأحيان يلجأ الصياد لاستهداف الرأس. طبعا تكون في الحيوانات البالغة الكبيرة الضخمة مثل الفيل، الفيل والكركدان والأسد كذلك يستهدف الصياد رأس. الأسد طبعا خطر جدا والفيل كذلك. طبعا وفرس النهر على قمة الحيوانات اللي بيستهدف الصياد الرأس. طبعا ندعو مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وهنوعدكم بإذن الله تعالى جاي يكون أحلى أحلى وأحلى بفضل الله تعالى. شوف السهم اخترق الخنزير بسهولة تامة. السهم بيعدي في الغزال والحيوانات كأنه بيعدي في الماء. شوف الصياد ويصيبه في الرقبة إصابة قاتلة. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.